السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أكرم النجار من اسكندرية. أول حاجة بعتذر عن التأخير الطويل، بس أرجع لكم بفكرة، فكرة جميلة جدا للتدفئة. التدفئة ده لجميع الزواحف، الطيور، المفصليات. أنا عامل النهاردة الحاجة دي للبي اس اف. إزاي ندفي البي اس اف؟ علشان احنا الفترة اللي فاتت ناس كتيرة خسرت في البي اس اف، وجات لنا افكار من مصر ومن بلاد بره، ازاي ان احنا نحضر السنة اللي جاية ان شاء الله. هنحضر من اول شهر 11، عاملين تحضير، هنحضرنا 3 شهور او 4 شهور في الشتاء للي عايز يحضر، واللي عايز ياخد انتاج في الشتاء هيعمل الفكرة دي. الفكرة دي زي اهو انا هرفعها لكم، شبه السماعة بتاعت زمان، سماعات هي تقريبا في قد مساحة الكيسة بتاعت الكمبيوتر او اكبر شوية في الطول. دي عبارة عن، بصوا من جوه كده، انا حاطط 3 لمبات، 3 لمبات تنجستين، ومن جوه مروحة. انا جايب مروحة مبرد، المروحة دي جايبها اعلى حاجة اللي هي 125 فولت، في بقى ال 100 في ال 80 اقل في السعر. والزرار دوت اسمه زرار مكوى، زرار مكوى. بصوا اهو اللي جوه ده اسمه زرار مكوى، انا هوريه لكم بردك من جوه، واللي عايز يشتريه هيثبت الصورة ويروح للراجل بتاع الاجهزة المنزلية. اهو اللي جوه ده طبعا هو فيه كهرباء، ولما شاورت ليه فاخدت الكهرباء. يعني اللي جوه ده اسمه حساس مكوى. يعني ايه حساس؟ يعني ده بتظبطه على تايمر، في انظمه كده كده اهو، وتظبطه على درجه الحراره اللي انت عايزها. يعني ليه كده؟ احنا هنلف كده كده، هو شغال، عايزين نعلي. هو ليه درجة حرارة كبيرة جدا لغاية ما دي تبقى سخن، تمام؟ احنا كده طفيناه، عايزين نعلي مثلا فولت مثلا 50، بس هو مفيش درجات حرارة، يعني 50 20 كده، بس احنا بنظبطه يدوي، وبنحط الترمومتر قدام منه ونعمل سهم. عرفنا ان دوت تخنته كام، حرارته كام، فبنعمل مؤشر يعني يدوي. واللي عايز يعمل الكلام دوت في مقياس الكهرباء ديجيتال. حبيت برضك اوريها لكم، دي بتسخن الاوضه. لو انت مثلا عامل اوضه 4 في 4، انا بتكلم للذباب. الذباب لازم تدفئه، لان ديت حشرات تخش في البيات الشتوي. احنا الفترة اللي فاتت خسرنا كتير من مكسبنا، يعني احنا المفروض الكيلو يطلع كذا كيلو معانا، فالكيلو يا دوبك طلع مثلا 4 اضعافه او 3 اضعاف او اقل كمان. فتقريبا الانتاج بتاعنا اكلنا وشربنا واهتمينا وعملنا كل حاجه، وانتاجنا تقريبا زي ما هو. يعني الخسارة في الشتاء فظيعة، وفي ناس كمان الخسارة الكيلو صفى معاهم، اللي هم أخدوا بدل الكيلو غلاف الذباب، والذباب ميت ما خدوش بيت نهائي. فطبعا زي ما احنا قلنا في الشتاء ده نظام التدفئة. طبعا أنا هشغلها لكم، بس أنا هقلل لمبة واحدة أو لمبتين، علشان طبعا القوة بتاعتها جامدة جدا. علشان تشوفوها بس، ايه دي أول لمبة ودي تاني لمبة، هناخد اللي هنا دي. ورغم إن هي هتبقى قوية جامد طبعا قدام منكم، وهنظبط هنعلي بس كده، ايه أهو هو كده شغال. مش عارف بس يا رب ايه، اقفلوا الشاشه شويه عشان ايه عينيكم كده. هي شغاله
وكمان المروحه واللمبه والحساس على خط استقامه واحده. على خط استقامه واحده، احنا كده شغالين بلمبه واحده بس. طبعا احنا لو شغلنا الثلاث لمبات مع بعض الشاشه مش هتشوفوا حاجه، تمام؟ احنا لو قفلنا دي كده خلاص، انا ما رضيتش اقفلها اصلا اساسا غير قدام منكم. احنا هنبطل كده وهنعمل خلاص بردك الكلام ده بيطلع ايه؟ بيطلع السخونيه بتاعتنا العاديه في بسم الله الرحمن الرحيم دي كده. انا قلت اقفلها بردك قدام منكم. دوت عازل حراري، ده بيعمل ايه؟ زي فرن، ده فرن علشان نحافظ على الافران ديت من السخونيه. بنعمل عازل علشان الحساس يشتغل، علشان الكفاءه تطلع كويس، فده عازل، تمام؟ هنعمل كالاتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي دباسه اللي ما عندوش دبابيس يلزقها كلها. طبعا الفتاوى بتتجاب من عند السروجي بتاع العربيات، او اللي بيبيع جلد، اللي بيبيع جلود، اللي هو الجلد الصناعي بتاع الاكسسوارات العربيات، اللي بيبيع الاستاتين. طبعا احنا عاملين الكلام ده، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عاملين الباب دوت علشان طبعا اللمبات هتتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة بس كده أقدم القشر وأرجع لكم كمان. رجعنا لكم ثاني. طبعا احنا فتحنا الكلام ده بالقطر أهو، ده كده شغلنا. نركب اللمبات بتاعتنا العادية الباقي. تالت لمبة. وطبعا احنا مبطنين الحاجة اللي جوه ديت اللي في الوش ده، ده ورق ألمونيا بتاع البوتاجازات، علشان طبعا احنا عاملين ده بالام دي اف علشان ما يتحرقش، اللي هو الخامة دي اسمها ام دي اف. وساعات احنا بنعملها خشب، سواء خشب او ام دي اف، السخونية الجامدة ممكن بيحصل بعد الشر يعني حريقة. فالألمونيا ده بيفصل الشغل كله. بردك هي نصيحة، الخامة دي أنا أول ما استعملتها أساسا اشتريتها من قيمة مثلا سنتين، بخش لسه مبلط الورشة، كنت أعملها كده عشان ده سفن كويس، شايفين الضغطة، تمام؟ كان الورشة عندي هنا الأرض على تستيكة جامدة، فأنا جبت زي كده اهو، بس عملتها مصلية، تمام؟ عشان لما نقعد برضك أنا بقول لكم على فكرة، عشان اللي عايز يعمل الفكرة دي يعمل حسابه في متر مصلية. هنقفل شغلنا عادي كده اهو. طبعا أنا قفلت قبلها بشوية كده علشان نعمل كده اهو. فلما نركب بقى قفله كده اهو، كده مقفول خلاص. هنشغل دي اقل حراره، يعني هتشتغل معانا انا بعيد عنها اهو، هتشتغل معانا مثلا حسبه دقيقه ونص هتفصل. طبعا ده سلك علشان ده لو ذباب هرب مننا ولا بتاع في البي اس اف ما يخشش من هنا. شايفين دي تقريبا كام ثانيه، ولو علينا شويه كمان، لو علينا شويه سنه هتشتغل مثلا كل ايه؟ نص دقيقة ونص دقيقة، نص دقيقة ونص دقيقة، على حسب السخونية، علشان دول ثلاث لمبات 200، لو عايز تكتر بكل الحرارة ممكن تجيب ثلاث لمبات 100، عايز تعلي أنت تظبطها، عايز تعلي شوية ممكن تقعد معاك ربع ساعة وتبرد، هكذا هكذا. طبعًا إحنا هنفضل شغالين كده لغاية ما هنشوف السخونية طالعة من هنا، ودي هنعمل منها مثلا 2 3 5 10
على حسب ان احنا عندنا الشغل بتاعنا، عندنا انت ممكن تعمل مكان كبير للبي اس اف وتحط دي جوه، تمام؟ ولا الدبانه هتخش من هنا ولا هتخش من هنا، تمام؟ دي بقى لما الحساس اللي جوه ده يبرد هو هيشتغل لوحده. طبعا انا ممكن اسيبها شويه كده، بس الشغل ده هو اللي حميلي من الحراره ما تطلعش. ده احنا هنوجه كده زي ما احنا قلنا، طبعا شغاله برضه عشان ايه. وفي فكره كمان صور كده من جوه، وفي فكره كمان انا هقولها لكم. اللي عايز يعمل درجة حرارة موزعة هيجيب مواسير زي دي. المواسير دي مواسير سوستة اللي بتتحط في الجدران للكهرباء. في منها ال 18، في منها ال 24 او 23. انا بعمل فتحات زي دي وبدخل دي شحط، تمام؟ وكل فتحات دي احنا عاملينها على قد دي، ونغلف ده بورق الالومنيا اللي هو شبه ده بتاع اللي بتلف بيه الفراخ، وهنمدها مثلا تحت. مثلا لو انت بتربي عقارب، بتربي مفصليات، بتربي حاجه، وتكون مغلف ده بالورق الالومنيا، عندك فتحه 2 3 4 5 6 6 فتحات ب6 دواليب. لو انت كده النهارده عملت الشغل بي اس اف مين وورم زواحف بأكملها، مفصلات بأكملها، لو عندك فراخ في اوضه 4 في 4، حتى انت هتزود اضاءه كمان. الاضاءه اهي دي حاجه بدل ما تشتغل 24 ساعه هي مكثفه. يعني انا لو معايا ترمومتر او مقياس حراره هتشوف السخونيه طالعه هنا عامله ازاي. انت كده شغال النهارده، هي شغال بوتاجاز امان. ده بس هي بتسحب كهرباء طبعا، مروحه و بثلاث لمبات. اللي عنده اي استفسار يكتب في التعليقات وتعملوا لنا اشتراك، واهم حاجه هتستنونا ان شاء الله في البث المباشر. اللي عنده اي اسئله يكتبها في ورقه، وان شاء الله هندردش مع بعضينا كده في البث المباشر. بس اللي لسه ما حددتش الميعاد، وان شاء الله هنقوم مع بعضينا. اهم حاجه الاشتراك والتعليق واللايك. طلب من الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله.